مساء الورد ومساء الياسمين، عليكم أحلى متابعين. رجعنا لكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الشيف. أنا معكم الشيف ماجدة. اليوم إن شاء الله حنعطيكم فكرة على وصفاتنا. عندنا كطبق رئيسي هو دائماً في الغالب يكون سيد السفرة، عندنا الرز طبعاً رز طويل الحبة، رز فاخر، عندنا رز بالدجاج بصوص الزعفران. ناخده على السريع، فكرة سريعة عليه، معاه خضرة مقطعة مكعبات، وللزينة حنستعمله مجموعة من الألواز، ومعاه الزنجبيل. البهارات طبعا في مهمة جدا، عندنا الزعفران وعندنا الزنجبيل وعندنا الفلفل الأسود وعندنا الملح، وعندنا معاه بهارات الدجاج. هذه الوصفة الرئيسية متاعنا اليوم، وعندنا على الجنب الوصفة يعني نقدر نقوله سهلة، السهل الممتنع، بسيطة بس في نفس الوقت شكلها حلو ولذيذة، اللي هي شوربة الكريمة أو شوربة الكريمة بالدجاج. عندنا كريمة وعندنا حليب وعندنا صدر الدجاج قطعناه مكعبات، وعندنا خضرة. نحاولوا ديما الخضرة هي نقدر نديروها شوربة بدون أي لحم وبدون أي خضرة، تجي حتى بالجبنة وبالكريمة، لكن نحاولوا إن الخضرة نحطوها على الأقل الصغار أو حتى الكبار نستفيدوا حتى إحنا من الفيتامينات اللي فيها. وعندنا في الشربة الزيت الجيد اللي هو حنستعملوه في كل وصفاتنا طبعا، وناخد هنايا تن الجيد للوصفة الثانية اللي هي الفريكاسيه. الفريكاسيه طبعا من اكلاتنا اللي في الوطن العربي كله الغالب تقريبا، اكثر شيء في الشقيقة تونس، واحنا عندنا من اكلاتنا العريقة. عندنا الدقيق، ناخذ اول شيء العجينة، عندي الدقيق وعندي بيضة وعندي خميرة فورية أو خميرة البيرة، وعندي طبعا الزيت الجيد، وعندي المية الدافية اللي بنعجن بها. طبعا العجينة حناخدها على السريع بشكل بسيط جدا، أنا سبق وجهزتها باش ما نعطلوش عليكم متابعينا. وعندي الحشوة متاعها، الحشوة غالبا احنا نديره في الدحي المطبوخ ونقصوه كي نقردوه ونحطوه نحشوه في الفريكاسيه. أنا ما فضلتش اليوم أني ندير الدحي، بدل الدحي درتنا الجبنة الشيدر أو موزاريلا، موزاريلا تكون مبروشة. وعندي التون متاعنا الجيد وحنصفيته مع بعضنا. نبدو نقول أني إن نبدو في العجينة قبل نشوفه كيف نعجنها، وبعدين نجهز الحشوة متاعها بإذن الله، ونمشوا ونطلعوا على السريع ناخدوا بريك. خليكم قريبي ما تمشوش بعيد، نشوفكم بعد البريك إن شاء الله. رجعنا لكم مشاهدينا بعد البريك، نبدو وصلنا في عجينة الفريكاسيه. أنا حناخدوها على السريع، بسم الله. عندي الدقيق وعندي طبعا المية الدافية زي ما تعودنا، وعندي الدحية، دحية واحدة بس. كمية الدقيق يعني كوبين ونص دقيق تديلك كمية لا بأس بها، تقريبا 18 قطعة فريكاسيه. بسم الله، نحطها على جنب، نحط شوية الملح. الملح ما نحطوش فوق الخميرة، ديما نحطوه كيف جنب. ناخدو زيت الجيد، بسم الله. انتو طبعا ديروا بالمقدار، انا لاني نقدر حتى بهيك نعرف كم المقدار، ملعقتين زيت، ونخلط المكونات متاعنا بإضافة المية الدافية. نحركوا هالمكونات كويس، طبعا العجينة تكون رطبة ومتماسكة. خلوها أكيد تختمر، كلنا نعرفه من ضروري يعني أبسط حقوق المعجنات إن الخميرة تأخذ راحتها باش تختمر. ونخلط المكونات متاعنا هي،
العجينة طبعاً فيش أحسن من العجانة تعجلنا وتسبكها لنا كويس، مش ديما الواحد يقدر يسبك بإيده. نعجنها وبعدين إلى نتحصلوا زي ما قلت لكم على عجينة بتكون بالشكل هو. نحطها، ناخذوا العجينة متاعنا شوفوها بس انتفخت وتضاعف حجمها. بسم الله، تبوا نقدروا نديروها بالطراحة، ناخدوها بالشكل هذا، نستعينوا بالطراحة بالشكل هذا، وبعدين بنقطعها دوائر. الدوائر تقدروا بالحجم اللي تبوه، عندي القالب الكبير نقدروا زي ما تحبوا، يعني المهم ان ما تكبروش هلبة. الفريكاسيه هو حلاوته لما يكون صغير، واللي متوفر في البيت، متوفر عندكم القالب اوكي ديروها بالقالب، مش متوفر عندكم اي حاجه متوفره زي نقدروا اهو. شوفوا مثلا حتى بالطاسه فوهة الفم الحاشيه متاع الطاسه نقدروا نقصها، وزي ما قلت تقدر بالقالب تقصوها زي ما اللي متوفر، يعني ما نعقدوش الأمور. والعجينة اللي فضلت نعاودو نسبكها هكي في إيدي شوية. وشين ندير؟ طبعا العجينة اللي قطعتها هي ضروري في المرحلة هذه إن هي ما تستنى شوية، ما نقدروش نقلوها هيك على طول في الزيت، تقدري ترشي تحتها شوية دقيق. أنا نحاول ما نكترش الدقيق، ما يحتاجش، بس لأن الفرن الكوشة عندي مفتوحة فالعجينة شدت شوية بالشكل هو. أو تقدروا حتى بدون ما نديروا الطراحة بالشكل هو، قرصوها هيك دوائر، ديرها بالشكل هذا بإيدك زي ما تفضلي. نخلوها تقريبا متاع 10 دقائق تكون مغطية، وبعدين نقلوها نبي نسخن بس الزيت. الزيت لازم يكون جاهز، يكون سخون، نحطها بالشكل هذا، نغطيها شوية باش على الأقل لما بنقلوها تكون اختمرت بالشكل هذا، نقيم الحاجات اللي مش هنستعملها، نقيم الطراحة متاعي. نجولي بس نقيم الحوسة هي، نجولي الرز بالدجاج بصوص الزعفران. اول حاجه شنو ندير؟ بشكل بسيط جدا بنسخن، نفتح الكوشه، عفوا نفتح الغاز، نحط الزيت متاعي، الزيت جربوه ما شاء الله يعني مش خفيف جدا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء. بسم الله، نحطوا الدجاج، اي الصدر الدجاج، الفخاد، تقدري مثلا ناخذوا دجاجه ونقسموها بالعدد اللي نبوه، حتى تجي دجاجه صغيره هكي على 2 ممكن. نعلي فيه
وبعدين بنضيف البهارات على طول، ما نستناش لين الدجاج يتحمر، على طول نضيف البهارات متاعي. نحط الملح، نحط الزعفران، نحط بودرة بهارات الدجاج، ونحط الزنجبيل والفلفل الأسود. نيمس عندي كشيكي المفضل هنا ندور فيها هو. بشكل سهل جدا حناخد الدجاج متاعي ونقلبه ونصب عليه بعدين المية، ويكون تشرب البهارات متاع صوص الزعفران هو. نبي بس نزيده شوية فلفل أسود، حسيته ناقص. نقلبه من جميع الجهات، شوف الفلفل الأسود. لنا كمية كبيرة، نعلي في الغاز وناخذ مية، نسخن بس حتى الكوشة متاعي. نقلبها على جميع الاتجاهات، نغطيها شوية، ضروري ما انها هي تاخذ لون. بعدين نحط لها، نحط المية، نسخن. طبعا اعزائي المشاهدين ما ننساش الطاجين متاعنا اللي بندير فيه الفريكاسيه، نحط فيه الزيت، نشوف الفريكاسيه متاعي. العجينه زي ما قلت خلوها تختمر، ضروري ما انها هي تختمر. نفخت شويه، نجبدوها هيك بالشكل هو، شوفوها كيف تمشي معانا بالشكل هذا، بالشكل هو. تبي تكون دائرية عادي ديرها دائرية، بس هي الحلو ان شكلها يبدأ هيك بيضاوي شوية. لو في حفلة عيد ميلاد او شيء، او المعزومين اطفال مثلا زي في عيد ميلاد، تكون الصغيرونة احلى، لان العيل قداش بياكل ياخذ نتشة نتشتين ويخليها، فديروها صغيرة. حرام النعمة، ديما النعمة لما ما تهونش عليا بصراحة، حتى التعب يعني تبدا الام تعبة، وبعدين مثلا عندها مناسبة او شيء، في اللي ياكل هيك نتشة بسيطة ويخلي الباقي. فمن الاول أني ضد إن حتى في المناسبات وفي أعراسنا وكذا، فديما في ناس تقول لك ننستروا مع الضيوف وننستروا مع المعازيم وكذا، فيكبروا في الحاجة. أنا مش معاها بصراحة، فمش حنكبر باش ما تلوحش خسارة. وحتى اللي ياكله، الإنسان اللي ياكل تعجبه هالحاجة لما تبدأ بشكلها نوازك هيكي ومش كبير هلبا. قلبناها لين ياخذ لون الزعفران، شوفوا اللون محلاه، ونحط معاها الخضرة المجمدة. بسم الله بسم الله، بس اللي انتبهوا لان الزيت يطرطش، مش عارفة صح ولا لا، يطرطش. ايوه، نقلبه من جميع الاتجاهات. وبعدين حسيت ان الدجاج خدي خلاص شكله اللون الحلو، شوفوا الزعفران، والزعفران ريحته حلوة جدا، شوفوا ريحته ولونه. هو في طبعا الزعفران في الاصلي وفي الاورجينال وفي اللي مش اصلي، ح
نحاولوا ان احنا ناخده الكويس النوعيه الاصليه. بسم الله. بحيث يتغطى سطح الدجاج. هو مازال شويه تقريبا 10 دقائق ويطيب. بسم الله نغطوه وناخذ. بس ديما انتبهوا لما تقلوا ديما الايد متاع الطاوه تبدا للداخل. بما ان الزيت نبيه يسخن، هو حيسخن توا هيك دقائق شويه وبعدين ما بوش نضيع وقتنا متابعيني. نديروا الحشوه متاع بسم الله متاع الفريكاسيه. نوتها اول شيء ناخذ طن الجيد. بسم الله فيه طبعا تقدروا تستعملوا الزيت، الزيت متاع بس ناخذ سباتولا 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 ديما وني رايحه مني هذه. حتى الكشيك الصغيرون يفي بالغرض. بسم الله فنحط ريحته حلوه يا سلام حتى لونها. فلو تلاحظوا معي قطعه كبيره. بسم الله سلمكم في الكنترول. والملوحة متاعها معدلة ما شاء الله. حطيت الخس، جربوا. عندي البطاطا اللي هي مسلوقة. لازم تكون، نبي نقول بس ملاحظة، البطاطا ضروري ما انها هي تكون مسلوقة سلق تمام، يعني مش حاجة بسيطة. تبوا تقصوها بشكل قطع صغيرونة عادي. أنا الشكل هذا كويس. وعندي الزيتون. تبوا تحطوا معاها طبعا، هي في الغالب ينحط لها الهريسة. حنحط معاها جبنة، شوية نحط لها فلفل أكحل أو فلفل أسود، رغم أنه الفلفل الأسود يبنن يعني في الأكل، لكن طبعا هو حتى العسل لو الواحد يكثر منه مش صح. نبدو نقلو. بسم الله الزيت تأكدوا أنه هو سخون. لا مازال، خلوه يزيد يسخن شوية. الفريكاسيت زي ما قلت يعني عادة نحطوا فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله الهريسة. بس هنا لأن طبعا هنا عندنا أصدقائنا هنا في الروم كنترول والأكيب متاع الكاميرامانز، حتى هم بياكلوا فيه. الناس ما تتحملش الحار، ما تبيش الحار، فمش هنحط فيها هريسة. أكيد لازم أفكر فيكم. الأكيب متاعي أكيب برنامجنا. يعني نشكرهم فعلا، يعني الشغل جهد جهيد تجهيز البرامج، إن نهتموا بالتفاصيل، فنشكرهم كلهم أكيب البرنامج. نحط زي ما قلت رشة بسيطة صغيرونة جدا من الفلفل الأسود. عندنا الملح، عندنا عصرة ليمون ممكن نقدروا نحطها، حاجة بسيطة حاجة بسيطة جدا. حطيتها وخايفة. الحشوة جاهزة تقريبا. نبي نحطها بس في صينية أصغر. حسيتها كبيرة هي.
بسم الله. نجيبوا اللي طاح مني. هنشوفوا المتابعيني الزيت بسم الله. نشوف الرز او الدجاج ريب صوص الزعفران ياخذ 20 دقيقة. ما زلنا حاجة بسيطة جدا، نزيد شوية مية وبعدين بنحط فوقها الرز طويل الحبة. الرز ضروري بيكون نوعية كويسة. نبدأ بس نقلي في الفريكاسية متاعي. شوفوا بس اللقطة هذه هتساعدكم. هو بدون ما شاء الله الله يبارك، بدون حتى ما تحطي فوقها الزيت قاعد ينتفخ براحته. ونبدو نجهزه في الشربة متاعنا. الوقت يجري بسرعة. نجهز بس صينية نحط فيها الفريكاسيه متاعي ونجيكم باش نفضالي حتى المكان ونقلي عفوا نطيب الشربة. الشربة سهلة جدا، هي تنفع للعزومات بصراحة، خفيفة هلبة. احنا ممكن مش متعودين على بشكل دائم مثلا الشربات الكريمة، لكن هذه ننصحكم تجربوها. نقلبوها نفخت ما شاء الله. لو حصلت لها مكان الطريفات هما هنحطوهم. قلبه كبير الفريكاسيه فخلى مكان يعني، وبرغم ان المجموعه كبيره نحط توا نحط الرز متاعنا. زي ما قلت 20-25 دقيقة الدجاج يطيب وبعدين يكون خلاص تشبع بالبهارات وصوص الزعفران. بسم الله. نحط بسم الله الرز، عندي كوب ونص رز. شنو نقدمه بجنب؟ نقدمه بجنب سلطة، نقدمه بجنب زي ما درنا اليوم شربة الكريمة حتى هي تجي حلوة مع الرز. الشربة اللي درناها في حلقة من الحلقات السابقة اللي هي شربة عفوا السلطة الكريسبي حتى هي تجي جنينة. نمسح بس الحوصة. ننقص عليه ما ننسوش الرز. ونخلي الفريكاسيه يطيب يتقلى. نشوفه بس نحط الكريمة. نفتح الغاز من الخلف ونحط الكريمة حتى هي تطيب. تخوفينيش يا إيناس، الأمور تحت السيطرة. مش
لا لا تمام. هذه صديقتي ايناس من هذه الجيش الخفي بتاع اللي ما شاء الله اللي قايم بالبرنامج. فما شاء الله يعني تفكر فيها، قالت لي انتبهي للفريكاسي. لا لا الفريكاسي امورها تمام، ما ينحرقش ما تخافيش. عندي خدينا قلنا توا بنجهزوا الكريمة. الكريمة بكل بساطة وسهولة عندنا اللي هو الدجاج قطعناه قطع ناعمة، شنو بنحط معاه؟ نحطه معاه زيت ونخلطه مع الزيت، ماذا بي شوية زبدة، أنا مش هنستعمل زبدة المرة هي. بسم الله. يسخن الزيت وبعدين نحطه طبعا. هناخد نغير الكشيك لانه كله بالزعفران، صوص الزعفران، فننتبهوا نبو اصلا شوربه الكريمه بتكون بيضاء. بسم الله. نحط الدجاج ياخذ تحميسه هيك، ياخذ لون هيك بسيط، وبعدين نحط معاه الخضره نخليها تغلي شويه تقريبا نتاع 25 دقيقه، وبعدين على طول نحط الكريمه نبهر نتبلها نشوف شني ناقصه شني مش ناقصه. حاضر حاضر. هذه بهارات الدجاج، حاجه بسيطه حطيت. نقليها لين تاخذ لون هيك يعني احمر ذهبي شويه، ما نبغاهاش تكون غامقه لان باش ما تغيرش لون الكريمه. هو الدجاج اصلا ما عادش فيه جهد فيطيب بسرعه، فما تخافوش يعني مش هتعطل. هذه زي ما قلت لكم حتى لما يجوكوا ضيوف هيك جربوها، نبيكم تجربوها شوربه الكريمه، حاجه هيك ناس حتى تنباع في المطاعم، تبدا غاليه جدا بصراحه بالنسبه لمكوناتها ويعني غاليه. حطينا الخضره نتاعنا، الخضره تقدر ديريها، انا تعجب فيها الخضره تبدا حتى المجمده لانها محتفظه بموادها الفيتامينيه او الغذائيه موادها الغذائيه محتفظه بفيتامينات، خلينا نقوله بمعنى اصح. اول ما تتقلى الحمات نتاعنا حطيت الخضره، وبعدين حنحط الميه شويه ميه، وبعدين نحط الحليب وحنحط الكريمه. بس نعلي عليها، نعلي على النار خلاص. اوكي نطلعوا بريك، نلقاكم بعد شويه، ما تمشوش بعيد متابعينا. رجعنا لكم متابعينا بعد البريك. جهزنا طبعا اللمسات الاخيره، احنا قبل البريك وين كنا، حطينا الشوربه على النار، حطيت المكونات الدجاج والخضره بتاعنا، وبعدين الكريمه والحليب، وخليناها تغلي 30 دقيقه 25، من 20 الى 30 دقيقه نص ساعه، فكانت شوربه الكريمه جاهزه. نبي بس نوريكم شكلها من الداخل، الخضره والقطع الدجاج زي ما موجودة طبعا على الشاشة متابعيني، لذيذة جدا. نحب بس نقول ملاحظة، عادة الشوربة يكون في جنبها مكعبات متاع خبزة أو توست أو أي نوع من عادة الخبزة هي، إلا الشوربات متاع اللي فيها الكريمة أو اللي فيها الحليب، لأن ما تقدمش في جنبها، أن أول ما تحطي الخبزة فوق الشوربة فبتولي مش لطيفة بكل شكلها ومش لذيذة. فالغالب أن حتى في المطابخ العالمية يقدموها في جنب الشوربات العادية. نجولي وصفتنا الثانية اللي هي الطبق الرئيسي، اللي هو دجاج رز بصوص الزعفران. طبعا الشكل هو يعني يتكلم، يعني ما شاء الله شكله جميل جدا وريحته حلوه، ان حتى الزعفران اللي درناه كان الزعفران الحر او الزعفران الاصلي.
زيناه زينه زي ما تحبوا، زينتها بشوية مكسرات بشوية زبيب، والدجاج بتاعنا طاب 11 وقت درناه طبعا بالخضرة. تقدروا تديروا الخضرة أي نوع تحبوه، أهم حاجة بس في وصفتنا هذه أن الرز يكون نوعية فاخرة، نوعية جيدة اللي هو الرز الطويل طويل الحبة الأبيض. وعندنا الوصفة الأخيرة يعني هذه المحبوبة حتى هي عند هلبة من الناس اللي هي الفريكاسيه. الفريكاسيه درنا طريقة العجينة متاعها ودرناها طبعا صغير وما درناش الحجم كبير. الحشوة درنا البطاطا المسلوقة ومعها خس ومعها جبنة شيدر، ما درتش فصتها الحشوة البيض أو الدحي اللي هو يعني في المعتاد أن الغالب أنه يكون حشوة دحي، ما درتهاش، درت في مكانها جبنة الشيدر أو الموزاريلا تقدر تدرها، ودرت تون الجيد حتى هو بصراحة ريحته فايحة جدا، حتى شفته قبل البريك أول ما فتحته ما قدرتش نقاوم، كليت منه طعمته حلو. الرز الملح متاعه معدل 100 100. وجينا لآخر نهاية الحلقة، كانت حلقة ممتعة كالمعتاد، نشوفكم إن شاء الله في أقرب وقت قريب. كنت معاكم أنا الشيف ماجدة جربي، ونشكر الأكيب اللي تعبوا، الطاقم اللي تعبوا معنا سواء في الكنترول روم كنترول والأكيب التصوير الكاميرا مانز، نشكرهم. ونجي لنهاية حلقتنا الممتعة اليوم، نشوفكم في أقرب وقت. كنت معاكم أنا الشيف ماجدة في برنامجنا الشيف في أحلى قناة، قناة سلام. شوفكم قريب، إلى اللقاء، مع السلامة.